هناك أيضا العمانيون اشتهوا يعني اهتموا بالعلم وبالتأليف، يعني هذا أذكر لكم هناك موسوعات فقهية يمكن ما موجودة في الخليج، لا أقول في العالم العربي، لكن في الخليج ما موجودة هذه يعني الموسوعات مثل هذه الموسوعات، موسوعة بيان الشرع يعني تتكون من 73 جزءا، وقيل من 72 جزءا، كما يقول الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد أحد علماء عمان في القرن العاشر، والثاني والسبعون في الحدود آخر ما جاء من المعدود. وبيان الشرع ألفه الشيخ العلامة إبراهيم محمد بن إبراهيم الكلي في القرن أو في من علماء عمان في آخر القرن الخامس الهجري. وهذا الكتاب اهتم به العمانيون اهتماما كبيرا واختصروه واهتموا بقراءته، وقيل يروى عن الشيخ محمد بن مسعود المساعيد المنحي رحمه الله تعالى من علماء عمان في القرن الثالث عشر الهجري، وكان يلقب بعالم الجوف، قيل قرأه 73 مرة. ولذلك يقول الشيخ الوالد أحمد المنصور يقول قرأ لبيان الشرع 70 مرة، قرأ بيان الشرع 70 مرة وأخرى 3 ما استضاق به الصدر. وهناك أيضا المصنف في 41 جزءا ألفه الشيخ أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي من علماء عمان في القرن الثالث الهجري. وهناك صاحب الكفاية وهو الشيخ محمد بن موسى الكندي، وهو ابن عم الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن موسى أولاد عم، ألف كتاب الكفاية في 51 جزءا. وذلك يقول أحد الشعراء وشيخ وحيد العصر أعني محمد إلى كندة يسمو الكفاية أحكم أجزاءه 50 جزءا وواحدا كعدتها تاج لعثمان قوما. وهنالك أيضا قاموس الشريعة الذي يتكون من 90 جزءا، 90 مجلد هذا الكتاب، وقد نسخ الشيخ جميل بن خميس 3 مرات، قيل نسخ هذا الكتاب كتبه 3 مرات. هذا الإنسان يعني كما يستغرق من الوقت من كب على الكتابة، وكما يحتاج من الورق، وكم يحتاج من المدال، وكم يحتاج من المال، يعني هذا الإنسان بذل طاقته ووقته في خدمة العلم. يعني هذا الكتاب إذا كان مرة واحدة الإنسان ما يطيق ينسخه، فكيف 3 مرات ونسخه 3 مرات؟ يعني هذا يعتبر جهد كبير ما يقدر عليه إلا العمالقة إلا الكبار. وهناك أيضا كتاب يعتبر أول كتاب، كتاب نثري بقي في عمان، لا أقول يعني أول كتاب بقي في عمان وصار عمدة يعني للفقهاء الذين جاءوا بعده، وهو كتاب الجامع لابن جعفر. كتاب الجامع لابن جعفر هذا من أقدم الكتب العمانية، ألف هذا الكتاب في القرن الثالث الهجري وبقي إلى اليوم. هذا الكتاب يعتبر من أمهات الكتب، من عمدة الكتب في المذهب الإباضي. والشيخ محمد بن جعفر يتسلسل من إسرة علمية، فأبوه كان فقيها وأخوه كان فقيها وولده الأزهر كان فقيها. وذلك يقول الشيخ الرقيشي، الشيخ محمد بن سالم الرقيشي يقول وتيمن إلى اليمن الزهرائي فهي لا شك في الفضل أخت النزاري، كم لها من سوابق في المعالي، كم لها من مآثر في الفخار، حسبك الجامع الكبير الذي عن محمد بن جعفر الطياري، وأخوه سعيد وأبوه جعفر كل من الأحبار، وابنه أزهر رقى في المعالي درجات تكلل الأبصار. هذا ومن الكتب التي ألفت في عمان أيضا، يعني إذا جينا مثلا مؤلفات الإمام السالم رحمه الله جل وعلا، يعني الإمام السالم ما من باب من أبواب العلم إلا وطرقه في الفقه، هو عالم في الفقه، يعني عالم كبير مجتهد، ألف جوهر النظام، وهذا جوهر النظام أصلها أرجوزة الشيخ الصايغي، فدقق وحقق فيها وزاد فيها وحذف منها أشياء وسماها جوهر النظام، هي في الأصل هي أرجوزة الصايغي والشيخ سالم بن سعيد الصايغي، ولكن الشيخ السالمي حقق ودقق وزاد وحذف من هذه، فكما ترون هي سماها جوهر النظام. وألف كذلك في الفقه معارج الآمال، أي نظم مدارج الكمال، نظم مختصر الخصال وسماه مدارج الكمال على نظم مختصر الخصال، ثم شرعه
فسماه مدارج معارج الآمال. وكذلك من مؤلفاته في الفقه في أصول الفقه الطلعة، الطلعة هذه شرحها باسمها الألفية، ثم شرحها ثم طلعت الشمس، شرح طلعة الشمس، ويعتبر يعني مرجع من مراجع الكتب في أصول الفقه. وألف كذلك في الحديث، فقد فرح شرح الجامع الصحيح في 3 مجلدات عندما رجع من مكة من الحج رحمه الله تعالى، واشترى كتبا من هناك وعرف بعض يعني الحديث وكتب في شرح الأحاديث. ألف بعد ذلك هذا يسمى شرح الجامع الصحيح للإمام الربيع بن حبيب الفراهيد العماني رحمه الله تعالى. ومن المعلوم أن الجامع الصحيح هذا من أقدم الأسانيد على الإطلاق، يعني مسند الإمام الربيع بن حبيب أقدم مسند في الحديث على الإطلاق، ماشي مسند يتقدمه. إذ ألف هذا المسند، هذا المسند ألف في آخر القرن أو في بداية القرن الثاني الهجري، إذ ولد الإمام الربيع كما يذكر عنه في 80 وقيل إلى 85، فيكون الإمام الربيع قد أدرك الإمام جابر بن زيد، أدركه صغيرا، وكذلك يعني لعله وأدرك بعض يعني بعض يعني التابعين الكبار أدركهم كالإمام يعني كغيرهم كالإمام جابر، لأنه ولد كما يقال في 80، فألف هذا المسند في سنة في 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 بداية القرن الثاني الهجري. ولا تجدون أنه يشتمل على السند الثلاثي، يعني الربيع يقول الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن الصحابة، الربيع عن من يروي؟ عن أبي عبيدة، أبو عبيدة عن جابر، جابر من؟ عن الصحابة. إذن هو قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرب سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سند الإمام الربيع بن حبيب. لكن لو جينا مثلا إلى أسانيد البخاري ومسلم نجدها تقريبا 5 رواة، يعني مثلا الإمام البخاري يقول حدثنا فلان إلى الصحابي، ثم بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيهما أقدم؟ مثل الإمام الربيع بن حبيب. وكل ما كان السند قريبا كل ما كان أصدق، لأنه أقرب، لأن هذه الفترة يعني معروفة فترة الصحابة فترة التابعين، هذه الفترة تعتبر يعني فترة ذهبية، فأسانيدها من أصدق الأسانيد وكذلك من أصح الأسانيد، فترة الصحابة فترة التابعين فترة التابعين، لأن في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، أي قرن الصحابة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي قرن الصحابة قرن التابعين قرن تابع التابعين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا يعني مسند الإمام الربيع قد احتوى على الطبقات الثلاث. هذا. وهناك أيضا مثلا يعني إذا قيل مثلا يعني الشيخ خلف بن سنان الغافري من علماء عمان في القرن الثاني عشر الهجري، هذا العالم يعني قيل يعني حوى مكتبة كبيرة ضخمة تحتوي على 9000، وكما يقول لنا كتب في كل فن كأنها جنان بها كل ما تشتهي النفس، جرى حبها مني ومن كل عالم، ذكي الحجة أو ذكي الحجة والفهم حيث جرى النفس، فلا أبتغي ما دمت خلا موانسا لها، فهي الإنس لي فهي الخلل وهي الأنس، ولست أرجي أن يفوز بمثلها على غابر الأزمان جن ولا أنس، ثلاث مائين ثم 70 بعدها، يقول 300 أي 300 و70 بعدها، و9000 لها ثمن بخس، يعني مكتبة يعني المكتبة هذه حوت أكثر من 9000 كتاب، يعني يعتبر مكتبة ضخمة، ليست مكتبة هينة 9000. الآن مهنة عند مكتبة تضم 500 كتاب أو 1000 كتاب القليل، إذا كان على ممكن واحد عنده أكبر مكتبة تضم 1000 كتاب، هذا يقول 9000 كتاب، وفي عصر لم تتوفر فيه الأوراق ولم يتوفر فيه آلات النسخ وآلات الكتابة، كانوا يكتبون فقط ينسخون باليد.
إذن يعني اهتموا، عندهم اهتمام كبير بالعلم وبالمؤلفات. ونتوقف هنا.